جدودنا وباتنا شبيه ما عادش باش يحملوه راه. معناها يلزم السلطه تفهم الشيء هذا. معناها عندنا المشكله ما تنحل في تطاوين الا ما نبدو في البدايه بالكل. معناها عندنا مشاكل في البترول وفي الثروات اللي موجوده في تطاوين، يلزم ماعرفش بالعربي مي فوغو نيغوسي لي كونطرا. غير مقبول الشيء اللي صاير، غير ما عادش باش تقبل في الشباب. وفما راه كفاءات في تطاوين وفما ناس ممتازين جدا، يلزم نعطوهم حظهم. يتعمل في البلاد خير من 20% من البنفيس، فهمتيني؟ فما دي زيتا باغ اكزومبل اني شفتها يا با تري لونتون، ان ايتا دافريك الى رينيغوسي لي كونطرا دو، هو برومي برودكتور دو ديامون في العالم، في العالم اللي شو اسمها لانجلتير ال اكسبلوات لي مين دوبي 30 ans دي كونطرا عمرهم 30 ans دوبي لور انديبوندونس. فالخي قال لك ليه يا خويا يفو رينيغوسي لي كونطرا، ما تعطينيش فلوس، سي با سا. بس الفلوس مهما بتعطيني باش يجي من نهار ويكملوا. نو ما جو فو دي انفراستركتور، اعطيني حاجه تخلق لا ريشيس، سي سا اون ريشيس، سي سا لو ديفلوبمون دو دورابل. ان ديفلوبمون دورابل يحسن لا كاليتي دو في دو سيتويان، يحسن مستوى قيمه البلاد. سي با ماهيش فلوس الحكايه، راهي مش كل شيء فلوس. راه 5 أسابيع وحنا نلموا في التبرعات باش نحضروا روحنا بعد الاجتماع الاول والاجتماع الثاني والاجتماع الثالث من رؤساء الهياكل التنسيقيه، يعني الرؤساء نتاع فهمتني ولا كل اعتصام يجتمعوا مع بعضهم. وقتاش باش يصير المشي للكمور؟ تم تاخير مشي للكمور حوالي 3 أسابيع، كل اسبوع يكون الاسبوع اللي بعده ثم الاسبوع اللي بعده ثم الاسبوع حتى يجي الاسبوع الثالث. يعني لمدت الشباب بعضها، لمدوا مقدار مالي يعني فهمتني ولا جيد، متوسط ليس جيد، ومش وخذوا به المونة بما فيهم المقرونة بما فيهم الفرينة وماهم فهمتني ولا وزيد، باش سبحان الله ما يعني ما يعيشوش في على الأقل يعني ناقصين حاجة غادي كيتي. ومع لمدنا فهمتني ولا كرهبنا برشا وكمايل وهزينا الشباب يعني الماكسيموم، يعني عبينا للماكسيموم حوالي أول ما مشينا حوالي 3000 فهمتني ولا شخص تو موجودين غادي يسمى. وبعد اللي صار التأطير أنه يعني 3000 مثلا الكل مشوا غادي، نولوا نقسموا يجوا يقعدوا 3000 غادي ويروحوا قريب على الاقل 1000 هنيكيتي باش على الاقل يعاونوا في حلل الكياس وتسكير الكياس ويعاونوا الناس هنيكيتي حتى في التنظيف في البلاصه نتاع الاعتصام. نعدوا نهارنا نخدموا الصباح نجوا نخدموا، مع ذلك نمشوا نقضوا القضيه للكمور نخلوها عندنا المغرب كذلك نعذروا فهمتني ولا العولة متاعتنا للأولاد غادي كتير الناقصين ونخرجوا الأولاد. إحنا باقي الفياج اللي لاهي هنا كتير يعني فصل البلاد في تطاوين، نخرج نهزلهم غادي المونة يعطونا الحق. لقين يعني فهمتني ولا استجابة من الناس، يعني الحمد لله يا ربي بصدر الرحب. ما تلقاش يعني شكون اللي يقول لك لا، ولا من ياسر شوي اللي ما عطاكش 20 يعطيك 10000، اللي ما عطاكش 50 يعطيك 30، من أي مغازة. مع حتى المغازات تعاوننا شوي يعني إحنا فصل البلاد ولا باس. يعني الحمد لله الشباب إن شاء الله يعني معتصم سلميا غادي كتي وما عنده حتى مشكله. يعني المؤونه ان شاء الله نوفروا له فيه الجماعه اللي هنا كتي اللي فصل السوق اللي فصل البلاد يعني، وان شاء الله خير والرخلاء الشباب الكل وكو بحول الله. كيف انخلقت هذه الاحتجاجات الشعبية العفوية؟ عندما تنظر إلى وضع البلاد مثلا تطاوين مقارنة بالولايات الأخرى التي ليس فيها موارد وليس فيها مدخرات كبيرة، هنالك بون شاسع على مستوى البنية التحتية، على مستوى البطالة، كثرة البطالة. نحن نتحدث على أرقام 37% عاطلين عن العمل في ولاية تطاوين، في حين أن عدد سكانها لا يتجاوز 157,000. هنالك مفارقات، ما نسميه بالفرنسية البارادوكس. المفارقات التي نعيشها نحن هي التي خلقت هذا الوضع الاجتماعي المتفجر
هو لم يأتي من فراغ. ثم بناء على هذا أتت مسألة أين ثرواتنا، يعني هو سؤال صاغه الواقع بلغة أوضح. فلذلك لابد أولا نحن في مرحلة أولى حتى لا نسبق الأحداث ونقول أين البترول، هات نعيش نحن، هات نشعر بالمستوى الأدنى للعيش الذي يعيشه المواطن في بعض الولايات الأخرى التي تتمتع ببنية تحتية جيدة وبمواطن شغل وبشركات ومصانع وسياحة وغيرها، تطويل لا تحتوي حتى على مستشفى جيد. أكيد التشغيل هذا المطلب الأول، والمطلب الثاني المضمن في التشغيل حتى هو معناتها الثروات المنهوبة من البلاد، الثروات اللي قاعدة تنهب من البلاد كالكسوة كانها في تطاوين وإلا في جرجيس وإلا في 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 قفصة وإلا في أي بلاصة أخرى. 20% من عائدات البترول تتصب لهنا في الميزانية بتاع تطاوين، فهمت؟ معناتها باش تبقى 80% للولايات الأخرى باهية كافية. أنا نصور هيك، معناتها مطلب معقول، معناتها من ناحية المبدأ باه. المطلب الثاني اللي هو السياج نتاع الشركات نتاع الانتاج. علاش السياج نتاع شركة انتاج يتحط في بنزرت والا في صفاقس؟ خد صعبوا فيها على ارواحكم، صعبوا فيها علينا نحنا يا اخي. التطاوين اللي عنده انا واحد مثال، انا عندي شهاده نتاع 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 باي، نمشي انا لصفاقس باش نقدم الدوسي نتاعي نعرف عليه يعني يتحط ولا يتحرق ولا كذا. هادي في تطاوين وجنا هنا ومازال هنا ودائما مكملين والرخلة بحاولنا سايبين كامل ناخذوا حقنا كامل، وكي ناخذوا حقنا نسلموا لهم في كل شيء ونحوا حتى الكواتير ونغسلوا حتى الشجر. الى الامام الرخلة لا رجوع. البيت اللي جينا على خاطرة معناها باش نقص وتركوا الكامور معناها على الشركات البترولية، الحمد لله معناها نجحها 100%. تسماتنا سلمية ونعانوا في الريح في كل شيء، ورانا قاعدين لهم يعني حب نحب وكره من كره، ورانا مقلقنا حد شيء وإن شاء الله حتى كان تمد المطر رمضان قاعدين نور مرة. طلباتنا رانا مانيش نرجعوا فيها، وكما عملت راه مش عامل فينا حتى واحد مزين، ورانا تسامات سلمية كما تشوفي فيها أنت. حق كل مواطن في تونس كامل، احنا هذا نجري عليه على حق من تونس البرج الخضر من بنزرت البرج الخضر، وان شاء الله تونس كل يد واحده معنا وكاو. المطلب الثالث اللي هو 70% من الطاقه التشغيليه اللي في شركات البرمة تكون من أهالي تطاوين. علاش؟ اكتشفنا بعض الأوراق اللي لقينا شركات فيها شركة متاع إنتاج بترول فيها 3 تطاوينية، حاجات ما تتقبلش، حاجات ما تتقبلش. الاجتماع الأخير في نزول دقيانوس أعطونا 3 مقترحات أو 4، أعطانا 500 موطن شغل في البرمة، 150 عقد فوري انتداب رسمي في السيتاب، و350 على 3 أشهر كدفعة ثانية، و صندوق دعم للجهة ب 30,000 دينار أو 30 مليون دينار. وهنالك بعض النقاط التي تحدثنا فيها وقال أن سيرجح إلى الحكومة كي يتشاور مع أعضاء الحكومة حتى تكون يعني في محل القبول أو الرفض من جهتهم هم. فإحنا عندما رجعنا هنا للكامور أجمعنا على أن هذه المطالب لا ترتقي إلى مستوى نضال الأهالي وحتى المعتصمين، فرفضناها بناء عليه. حسينات مسخير على أهالي تطاوين، وهذاك علاش تو أهالي تطاوين يحبوا الخطوة الأخرى متاع التصعيد. أهل الكامور ربما هم في تناغم فيما بينهم ويبحثون عن سبل وآليات كي يحفظوا هذا الكامور من أي شائبة أو من أي إشكال،
مثلا نقاط تفتيش، مثلا حراسة ليلية بسيارات رباعية الدفع تبرع بها جملة من الأهالي، لا كما يزعمون أنها تمول من خارج أو من غيره. سميها هنالك جملة من الشيطنة أو الأفعال الشيطانية التي تمارس حتى يفك هذا الاعتصام بأساليب قذرة، ونحن نعلمها، لأن الخصم ربما لا يستطيع أن يواجهك مباشرة لكن يختلق أساليب تدفعه لفض الاعتصام، ونحن على دراية بكل هذا وننجز مع بعضنا كمعتصمين في 64 نقطة جملة من البرامج تسهر على ترتيب الأوراق كنظام داخلي لكامور، ليس كما يظن الأمر بعض الناس أننا في فوضى أو في نوع من يعني من التحجر أو غير. الأمور تمشي في طريقها لأكثر إحكام في التنظيم، وهذا تجديه عند أي عاقل وعند أي إنسان تهمه قضية تطاوين هنا في الكامور.